نروح مرة أخرى لملعب محمد بن زايد بالإمارات ولقاء مع خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي. 120 دقيقة طبعا، نشكر اللعيبة اللي تعبت 120 دقيقة، مجهود كبير طبعا، الحمد لله والشكر لله، وبشكر الجمهور، سند عظيمة، أجواء حلوة يعني، الحمد لله تاني بطولة مع النادي الأهلي، إن شاء الله اللي جاي كله بطولات. تيشيرت النادي الأهلي تيشيرت مليان روح وبطولات. دي حقيقة، يعني دي حقيقة، أنا تاني بطولة أخدها في شهر، يعني إن شاء الله بقى اللي جاي التالتة والرابعة ودوري وأفريقيا، إن شاء الله ناخد مركز تاني في كأس عالم. التاني ولا ناخد البطولة؟ ناخد التاني وإن شاء الله ناخد البطولة، يعني طموح جديد يعني بإذن الله. تقولي النهاردة كل اللعيبة بقى. أنا بقول لياسر إبراهيم وعلي لطفي بيضحكوني بس، فما سيبوني أركز يا عم. أقول للعيبة؟ ألف سلامة لياسر إبراهيم، ويرجع قريب، مفتقدينه جدا، صخرة في الدفاع بصراحة مفتقدينه، بس كان في متولي ومنعم رجولة بصراحة الحمد لله. حبيبي علي ياسر، علي لطفي طبعا جون عالمي بقى، إن شاء الله إن شاء الله ياخد جون صغير جاي في الطريق إن شاء الله بإذن الله.